هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بأحبتي الفضلاء في مستهل هذا الدرس والذي سأشرح فيه إن شاء الله علم متشابه القرآن. هذا العلم من علوم التفسير، وهذا العلم أيها الأحبة في الله نحتاج إليه أكثر ما يكون في هذه الأيام وفي هذا الزمان لكثرة الشبهات التي يثيرها بعض الناس حول بعض آيات القرآن الكريم. هذا العلم قديم، وهذه الشبهات كثير منها قديم، وقد رد العلماء عليها وأشبعوها ردا، وقد ظهرت بعض الكلمات المشكلة وبعض الآيات التي تشكل في الفهم على بعض الصحابة فالتابعين إلى يومنا هذا. إلا أن هذه الآيات المشكلة إذا كان المقصود هو الفهم وإزالة هذا الإشكال فهذا أمر طيب، أما إذا كان المقصود هو إثبات التعارض بين آي الكتاب فهذا أمر أبعد ما يكون، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا القرآن، وقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لعل عدم تدبر القرآن الكريم هو الذي يوجد هذه المشكلة. لنبدأ على بركة الله عز وجل لنستمتع بهذا الدرس. ما أهداف درسنا الليلة؟ الهدف الأول: ما مفهوم علم مشكل القرآن؟ ما الفرق بين متشابه القرآن ومشكله؟ ما أهمية معرفة علم مشكل القرآن؟ وما علاقته بالتفسير؟ ما الحكمة من وجود المشكل في القرآن؟ ثم كيف نشأ علم مشكل القرآن؟ وما أبرز مصنفاته؟ ما أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن؟ لنبدأ بالهدف الأول: ما مفهوم علم مشكل القرآن؟ هذا العلم من أبرز علوم القرآن الكريم، وأورده الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان بعنوان معرفة موهم المختلف، يعني المختلف فيه، وكذلك أورده السيوطي رحمه الله في الإتقان بعنوان النوع 48 في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. المشكل في اللغة، قال ابن فارس رحمه الله في كتاب مقاييس اللغة، قال: شكل الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة، يعني هذا شكل هذا، تقول هذا شكل هذا أي مثله، ومن ذلك يقال أمر مشكل كما يقال أمر مشتبه أي هذا شابه هذا وهذا دخل في شكل هذا. إذن هذا شكل هذا وهذا مشتبه مع هذا وهذا شرح هذا، هذه الكلمات مترادفة ومتقاربة. المشكل اصطلاحا هي الآيات التي التبس معناها واشتبه فلم يعرف المراد منها عند الكثير. يبقى آيات التبس معناها واشتبه فلم يعرف المراد منها على وجه التحديد عند كثير من الناس. إذن هناك بعض من العلماء والراسخين في العلم يعرفون المشكل،
يعرفون المشكل. هذا هو المشكل. لنعرض هذا السؤال: ما الفرق بين متشابه القرآن ومشكله؟ نحن في اللقاء السابق عرضنا علم متشابه القرآن، فما الفرق بين علم المتشابه وعلم المشكل؟ قال ابن قتيبة رحمه الله، وله كتاب بعنوان تأويل مشكل القرآن، وهو من أوائل التي ألفت، وهو من أوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن. وأيضا عندنا كتاب يعني آخر مشهور لقتادة رحمه الله. أيها الأحبة في الله، قال ابن قتيبة رحمه الله: وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر، والمعنيان مختلفان، يعني في تشابه في الظاهر لكن المعنى في اختلاف. قال الله عز وجل في وصف ثمر الجنة: وأتوا به متشابها، يعني الثمار تشبه بعضها في الشكل لكن الطعم مختلف، أو متشابهة مع ثمار الدنيا، فالتفاح يشبه التفاح والموز يشبه الموز وغير ذلك، والرمان والتمر وغير ذلك من الثمار المباركة، فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل فهو يشبهه في الشكل، ولكن إذا تذوقوه وجدوا شيئا آخر، شيئا عظيما في الطعم. قال رحمه الله: أي متفق المناظر مختلف الطعوم. وقال تعالى: تشابهت قلوبهم، أي يشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. ولذلك أيها الإخوة، خرج الكلام على ألسنتهم متشابها قديما وحديثا. ثم قد يقال لكل ما غمض ودق متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره، يعني الشيء الدقيق الغامض الذي قد لا تفهم معناه قد يقال عنه متشابه برغم أنه لا يوجد مثله آية أخرى في القرآن الكريم. قال: ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور متشابه، وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها والتباسها بها، وإنما هي يعني هي حروف كلها متقاطعة: ألف لام ميم، ألف لام را، ألف لام ميم را، كاف ها يا عين صاد، إلى غير ذلك، لا تلتبس بغيرها، حروف مقطعة، بعضها حرف، بعضها حرفان، بعضها ثلاثة، بعضها أربعة، وهناك سورتان تبدأ فاتحتهما بخمسة أحرف. قال: ومثل المتشابه المشكل، وسمي مشكلا لأنه أشكل، أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله. يبقى إذن المشكل أيها الأحبة، هذا المشكل في آيات أخرى ظاهرها أنها متعارضة أو شكل بعض، فتخفى على بعض الناس، فتخفى على بعض الناس. ثم يقال لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكلة. إن شاء الله سأبين لكم هذا الكلام، ومع الشرح ستفهمون ما معنى المشكل، وهناك آيات كثيرة سنعرضها الليلة إن شاء الله. ما الفرق بين متشابه القرآن ومشكله؟ طبعا لا شك أن هذا السؤال الآن بعد أن أخذنا علم المتشابه وعرفنا أن التشابه نوعان: تشابه في الألفاظ، وهذا يحتاجه الحفاظ ويحتاجون إلى ضبطه، وهناك كتب، وهذه الكتب بعضها يهتم فقط بالضبط والحفظ، وبعضها يهتم بالتفسير والبيان. وهناك المتشابه في المعنى، هنا نحن نتحدث في المشكل مع المتشابه في المعنى. أقول أيها الأحبة، المتشابه والمشكل، أي المتشابه من جهة المعنى لللفظ. عندنا المتشابه النسبي والمشكل مصطلحان مترادفان، كل منهما يؤدي معنى الآخر،
وقد يفرق بينهما، يعني المتشابه النسبي الذي يتشابه في الظاهر ويختلف في المعنى والحقيقة كآيات الصفات التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهناك آيات أخرى هذه معناها في الظاهر واضح، فالصفات معناها واضح، وإلا فإننا ننفي حتى المعنى عن الله سبحانه وتعالى. المعنى واضح لكن الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله لأننا لم نطلع عليها. فعندما نثبت أن لله يدين فله يدان، لكن حقيقتهما أنا ما نستطيع أن نقول شكل كذا وشكل كذا، لأننا ما رأينا الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه من التجني والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول أن يدي الله تشبه كذا وكذا، لكن هل له يدان؟ نعم له يدان، لأنه قال ذلك. ما معنى اليد؟ معناه في اللغة معروف. إن قلت لي أنا ما أعرف، فإذا أردت أن أقرب لك المعنى فإنني سأجسم، أقول لك مثل كذا، مثل يدي كذا أو كذا، أنا ما رأيت يد الله وما رأها أحد. فالمعنى اللغوي معروف. طيب جميل جدا، يبقى ده المتشابه النسبي اللي اتفقنا عليه المرة الماضية. ما معنى المشكل؟ المشكل يبقى ما غمض ودق عن الفهم. يبقى كده احنا قدرنا نفرق بينهم. يبقى المتشابه النسبي بيكون فيه تشابه في الظاهر واختلاف في المعنى والحقيقة، أما المشكل بيكون غامض ودقيق في الفهم، بيكون غامض ودقيق في الفهم، ولذلك يحتاج إلى الراسخين في العلم. لو قدرنا نفرق بينهم كده يبقى في فرق، أو اللي احنا نقول إن المتشابه النسبي والمشكل مترادفان، يبقى في جهة نقدر نقول في ترادف بينهم، وفي جهة نقدر نقول إن بينهم إيه؟ إن بينهم اختلاف. الذي أرجحه هو أن بينهما اختلافا، وأن من فرق بينهما بهذه الطريقة فهو الأصوب. لماذا؟ لأنني سأعرض عليكم الآن آيات من المشكل، يعني هذه الآية تتشاكل مع هذه الآية، وقد يظهر التعارض، ولذلك بعض الناس يبحث عن هذه الآيات، لكن العلماء يفهمونها على وجهها ويزيلون هذا الاضطراب وهذا التعارض. أما المتشابه فإن غاية ما يبذله العلماء فيه أنهم يقولون نحن نعرف معناها الظاهر وحقيقتها تؤول إلى الله عز وجل وأمرها إلى الله. أما المشكلة بيوضحوا بيبينوا، وسترون الآن من خلال ما سأعرضه عليكم. ما أهمية معرفة علم مشكل القرآن وما علاقته بالتفسير؟ علم مشكل القرآن من أبرز علوم التفسير التي يحتاجها من أراد معرفة معاني القرآن وأحكامه، وتنبع هذه الأهمية من أن الإشكال الطارئ على قارئ القرآن يحول دون معرفة معانيه. يبقى إذا وجدت أي مشكلة فإنك تستقف وتحتاج إلى بيانها وإلى رفع هذا الإشكال، وتظن بادي الرأي وبادي النظر أن هناك تعارض، ولا تعارض. كما أن في دراسة هذا العلم سبيل إلى زيادة الإيمان والاطمئنان إلى معاني كتاب الله وأنها حق لا اختلاف فيها، وكذلك في تعلمه رد على الزنادقة والمشككين في كتاب الله تعالى. وقد قلت لكم نحن نحتاج إليه في هذا الزمان لكثرة الشبهات التي يثيرها بعض المنتسبين إلى الإسلام، فإني سمعت بعض هؤلاء ممن آتاه الله عز وجل حفظ القرآن وإذا به ينقلب على عقبيه ويأتي يقول إنك استجد التعارض في حتى في الآية في الصفحة الواحدة، هاتوا كذا ويضرب هذه بهذه وهذه بهذه. وهذا أمر نحن
يعني لا يسرنا خاصة مع الشباب المبتدئ في الايه في العلم او مع الذين لا يحسنون الرد، فامثال هؤلاء المشككين يصطادون هؤلاء ويفتنونهم، يقول لك لا تسمع للعلماء، لا تسمع، انه سيقول لك فقط سلم سلم، ليس عندهم الا التسليم وكذا وكذا، ولا اعمال للعقل. كل هذا الكلام كذب، كذب على الله وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذب على العلماء. وإلا فأهل العلم والربانيون يزيلون هذا الإشكال بما يثلج الصدر ويطمئن القلب إلى أن هذا الكلام كلام الله، ولا تعارض ولا اختلاف ولا إشكال. ستجد هذه الشبهات على اليوتيوب بكثرة، ستجدها في الفيس، في تويتر، في أماكن كثيرة، وإثارات لهذه الإيه الشبهات وتضخيم لها، ويصطادون الشباب الذين لا يعرفون، فما يعرف شيئا. طيب هل ذهبت إلى عالم رباني ليزيل لك الإشكال؟ ولذلك لما ذهب صبيغ إلى جاء من العراق، ذهب إلى المدينة وبدأ يسأل الناس في الشوارع، ما الذاريات ذروة، ما الحاملات وقرة، ما الجاريات يسرة، ويسأل، هم يعرفون. فلما بلغ الأمر عمر رضي الله عنه فأمر بإحضار صبيغ، فعنفه وضربه، ليس لأنه يسأل، ولكن لأنه لا يسأل غير أهل العلم والتخصص. فلماذا لم تسأل عن ابن عباس؟ لماذا لم تذهب لابن مسعود؟ لماذا لم تذهب إلى عمر؟ لماذا لم تذهب إلى علماء الصحابة؟ لماذا لم تفعل هذا؟ إذن أنت في قلبك مرض عندما تثير هذه الايه البلابل. هذا العلم في غاية الأهمية، ونحتاج يحتاجه المحفظ، لأن بعض الطلاب عندهم نباهة، وبعض الطلاب فعلا عنده ثق، وكثير ممن يقرؤون القرآن ويتدبرونه فعلا يجدون، يقول لك هذه كذا وهذه كذا، الله عز وجل يقول وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، ثم يقول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فنفى عنه الخشية، قال وتخشى الناس في مكان، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يعني معنى الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم مش نبي، ما يقول لك هو بقى جاوبوا لنا بقى على السؤال ده أهل العلم. قس على ذلك بقى كتير جدا. طب الأمر بسيط يا عم، وتخشى الناس، خشية الحياء معناها الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء لأن الأمر كان متعلق به، فوجد في نفسه استحيا لأنه سيتزوج هذه المرأة، فاستحيا النبي صلى الله عليه وسلم. أما خشية العبادة، لا، الخشية بتاعت العبادة لا، مش خشية عبادة. لما أقول لك أنت بتخشى الأسد ولا بتخشى الأسد، أقول لك لا، لا تخشى إلا الله، خلاص بقى أحطك أنا في القفص مع الأسد وأسيبك بقى، أسيبك تصرخ يا أخي الكريم. خشية الأسد خوف فطري، هنا في ناس بتخاف من الفئران عزكم الله، في ناس بتخاف من الصرصار، لو لقى صرصار في البيت يصرخ، ايه دي خشية عبادة دي؟ لا طبعا، دي خشية ايه؟ خشية فطرية. انا بتخاف من الأسد؟ اه بخاف منه طبعا، يبقى مش خوف عبادة، خوف فطري. بتخاف من الثعبان؟ اه طبعا بخاف من الثعبان والأفعى، حاجات كتير بخاف منها. في ناس بتخاف من الليل، من الضلمة، شيء طبيعي، في حاجات طبيعية. أما خشية العبادة هذه هي التي تكون لله عز وجل، والنبي هو أعبد الناس وأخشاهم لله وأتقاهم لله. ما الحكمة من وجود المشكل في القرآن؟ إيه الحكمة بقى؟ الحكمة الأولى الحث على تدبر القرآن والنظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه حتى تفكر، لماذا ذكر الله هذا هنا ولم يذكره هنا؟ تفكر ما معنى هذا وما معنى هذا. إظهار فضل العالم على الجاهل، هنا يظهر فضل الراسخين في العلم والذين رفعهم الله عز وجل درجات وأشهدهم على توحيده وأنه لا إله إلا هو. كذلك اختبار العباد وابتلاؤهم، فالمؤمن يوقن بكلام الله ولا يدخله شك ولا ريب، وإن لم يتبين معناه منه فإنه يقول هذا كلام الله وهذا له معنى. فلا يأتين أحد الآن
جاهل يقول هذا الذي تريدونه فقط. أهل نحن نسلم نسلم نسلم. يا أخي الكريم أنت تسلم تسليم عام حتى ترجع إلى العلماء الربانيين وتسألهم، وليس كل من صعد المنبر أو تصدى لتحفيظ القرآن أو مثلا اشتغل بالتفسير عنده علم بهذا، لا، أو طالب علم. يا إخواني هذا علم دقيق دقيق جدا، هناك قلة من العلماء الذين يحسنون هذا. إذن عندما نقول أنت تسلم بأنه كلام الله عز وجل وتوقن بذلك، ليس هذا أن العلماء لا يعرفون معناه وأننا ما نعرف هذا الشيء وخلاص وأنا بكبرك تسلم. ما أقول لك هذا، بل أقول لك اذهب إلى الراسخين، بخلاف المنافقين ومن في قلوبهم زيغ كالمبتدعة فيتبعون ما تشابه منه كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. كيف نشأ علم مشكل القرآن؟ علم مشكل القرآن الكريم من العلوم التي ظهرت يعني من مع نزول القرآن الكريم. يعني مثال ذلك مثلا إيه؟ سؤال الصحابة عن واستشكالهم من ذلك، مثلا سؤال الصحابة رضي الله عنهم واستشكالهم معنى الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الظلم ليس معناه ظلم النفس بالمعاصي، إنما الظلم في هذه الآية، الآية هذه على وجه التحديد معنى الشرك، إلا الظلم له أكثر من معنى، منه ظلم النفس بالمعاصي وظلم الغير والاعتداء على الآخرين وغير ذلك من صور الظلم، لكن في الآية هذه معناها شرك، ومثل بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، زال الإشكال. ومثل ما وقع لعدي بن حاتم رضي الله عنه في فهمه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهنا يجلي النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالخيط الأبيض وأنه بياض النهار والخيط الأسود وأنه سواد الليل. لكن لما نأتي بقى لآيات دقيقة لنأتي إلى هذا الحبر العلم، حبر العلوم، حبر التفسير ابن عباس رضي الله عنه، وهو الذي جاءه الأزرق نافع بن الأزرق، وهو الذي جاءه نافع ابن الأزرق وعرض عليه كلمات كثيرة جدا، لكن هذه الكلمات تدخل في باب الغريب وليس في باب المشكل، فأجاب عنها وجلاها بفصاحة وبلاغة وشعر شاهد واثنين وثلاثة مع حضور ذهني غير عادي، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، أشياء مشكلة، ولذلك يسموه علم مختلف، موهم الاختلاف، علم موهم الاختلاف. قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فين الاختلاف؟ أثبت في آية أنهم لا يتساءلون، والآية الثانية قال لك وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والآيتين يوم القيامة تضارب ولا مش تضارب دون؟ يبقى واحدة صح واحدة غلط، ده غلط وده غلط. أقصد اللي انت تقول تضارب او تقول ان دي غلط ده غلط، لا، الايتين لهم معنى وابن عباس هيوضحه. قال ولا يكتمون الله حديثا، وقال والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى هنا قال فقد كتموا في هذه الايه، الايه بتاعت الايه بتاعت الانعام، والله ربنا ما كنا مشركين، ولا يكتمون الله حديثا في النساء، ده تعارض ولا مش تعارض؟ مش تعارض، وهنقول لك ازاي. وقال أم السماء بناها، إلى قوله دحاها في قوله تعالى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قال فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. وهنا يقول لك خلق الإيه؟ خلق الأرض الأول، بدأ بالأرض، إلى قوله طائعين. فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء، يعني مرة يقول إيه، مرة يذكر خلق السماء الأول ثم يذكر خلق الأرض ثم إيه، ثم يذكر سبحانه وتعالى يرجع تاني للإيه، للأرض. يبقى أصدق يعني فين، اصبر وستعلم كيف أن هذه الآيات مشكلة، وأن الراسخين في العلم بفضل الله عز وجل يزيلون هذا الإشكال. وقال وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا. لكن وما جاب كان مع إيه؟ مع عزيزا حكيما. يبقى وكان الله غفورا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا، ما معنى هذا؟ فكأنه كان ثم مضى، يعني ليس الآن غفورا رحيما وليس عزيزا حكيما وليس سميعا بصيرا، كان يعني ماضي زمن فعل ماضي، الآن لا، لا هذا غير صحيح. فقال ابن عباس فلا أنسب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور، يعني يوم ينفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة أيها الأحبة فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، الكل يهلك، الكل يموت إلا من شاء الله، ما في أنساب، ما في لما تأتي نفخة الصعق يفزع الناس ولا يلتفت أحد إلى أحد ويهلكون. ثم في النفخة الأخيرة هذه وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، نفخة الإيه؟ البعث. فإذا بعثهم الله تساءلوا وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن لا تعارض، لأن هذه في موقف وهذه في موقف آخر، يبقى فين التعارض؟ فين الإشكال؟ زال ولا ما زالش؟ زال الإشكال. وأما قوله ما كنا مشركين، هم كتموه، وقوله ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. يبقى إذن ما كنا مشركين يقولونها كذبا وزورا، يظنون أنها تخفى، يخفى ذلك على الله سبحانه وتعالى، لكن الله يطبع ويختم على أفواههم فتتكلم الإيه؟ تتكلم الأيدي والأرجل ويتكلم الجسد والجوارح، فعندئذ لا يكتمون الله حديث، مش تعارض، لا تعارض، لا إشكال. قال وعنده يود الذين كفروا، يعني إيه؟ يعني عندما يحدث هذا وتتكلم الجوارح، يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ابن عباس وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحاها، أو دحى الأرض، ودحو الأرض أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين، أوضح لكم. الله عز وجل عندما أراد الخلق بقدرته سبحانه وتعالى بكون فيكون، فإنه خلق سبحانه وتعالى شيئا عظيما مركزا في كتلته، يعني كما هذا يعني شيء عظيم جدا لا يعلم تركيزه إلا الله، ثم قاله كن فانفجر هذا الانفجار العظيم الذي يذكره علماء الفيزياء. الله عز وجل خلق منه الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني من أثر الانفجار العظيم هذا،
فسواها وسوى النجوم والكواكب في يومين ثم عاد إلى الأرض في يومين آخرين فدحاها. ودحو الأرض يفسره قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، أي هيأها للحياة، هيأها للحياة، خلق فيها الجبال والجمال هيأها للحياة لعلمه أن يكون عليها إيه؟ كائنات ومخلوقات كثيرة، والإنسان هو آخر المخلوقات التي جاءت على الأرض أو جاءت إلى الأرض. فسبحان الله العظيم، وهناك مليارات السنين قبل أن يأتي الإنسان. إذن لا تعارض، يبقى لو هتحسب يومين للأرض خلقا ويومين للأرض دحوا ويومين للسماء خلقا وتسوية، يبقى ستة أيام وليس الثمانية، وهذا هو الترتيب. قوله وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه ذلك، وذلك قوله أي معنى الكلام هذا لم يزل كذلك، كان هنا بمعنى الثبوت، أي لم يزل كان الله، يعني ليس معنى الآن ليس غفورا رحيما، لا، بل إذا سمعت وكان الله غفورا رحيما، سميعا بصيرا، سميعا عليما، غير ذلك مع كان تفيد أنه لم يزل، كان كذلك ولم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله. هذه نماذج أيها الأحبة للآيات المشكلة، المشكلة. عندما نأتي لهذا السؤال، ما أهم المصنفات في علم مشكل القرآن؟ إذا وجدت آية إما مشكلة لحالها أو مشكلة مع غيرها، أين تجد هذه الآية؟ قبل أن يعني أقول لك هذا الكلام، فدعني أذكر لك ما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، في الباب الذي عنونا له باب ذكر متشابه القرآن، فقال قال مقاتل، لأن أنا قلت قتادة، أنا آسف، هو مقاتل ابن سليمان له كتاب في مشكل القرآن من أول ما ألف، ألف كتابا في هذا الأمر هو اسمه متشابه القرآن. عندنا مقاتل ابن سليمان متوفى 150 هجرية، رد في كتابه متشابه القرآن، لأنه عند المتشابه والمشكل سواء، رد فيه على بعض شبه الزنادقة في بعض الآيات التي زعموا تعارضها واختلافها. نعود لكلام الإمام الشافعي رحمه الله، قال قال مقاتل أما ما شكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل ثناؤه هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يبقى أثبت أنهم لا ينطقون، ثم قال في آية أخرى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ما يختصمون يعني يختلفون، يبقى بيتكلموا بينطقوا، في تعارض. قال فهذا عند من يجهل التفسير ينقض بعضه بعضا وليس بمنتقض، ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة. أما تفسير هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فأول ما يجمع الخلائق بعد البعث فهم لا ينطقون في ذلك الموطن، أول الجمع لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، قال مقدار 60 سنة، ثم يؤذن لهم في الكلام فيكلم بعضهم بعضا، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وأخذ الحقوق من بعض، ثم يقال لهم قال لا تختصموا لدي وقد قدمتم بالإله، ثم يقال لهم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد بعد الحساب. أرأيتم كيف أن الأمر بات يسيرا؟ أهم المصنفات لما تقابلك آية أو تسمع شبهة، إذا لم تجد عالما يجليها لك فارجع إلى هذه الكتب. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة رحمه الله، وضحوا البرهان في مشكلات القرآن، هذا أيها الأحبة لبيان الحق النيسابوري. إحنا عندنا ابن قتيبة توفي 276، وعندنا هذا الكتاب، كتاب بيان الحق النيسابوري، توفي 555 تقريبا، وعندنا فوائد في مشكل القرآن لسلطان العلماء العز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية،
وعندنا هذان الكتابان نحتاج إليهما جدا مع تأويل مشكل القرآن. تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب، بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ. هذا لمن؟ هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نحتاج إلى هذا الكتاب. ويا ليت ابن تيمية فسر القرآن الكريم كله، لكن هناك آيات كثيرة تناولها في الفتاوى وفي كتبه، وبعض العلماء يعني جمعها. وهذا الكتاب العظيم المعاصر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. هذه كتب عظيمة، إن لم تجد ما يعني إشكال في هذا استجدوا في هذا. عندما نأتي إلى هذه الإضاءة، قال ابن تيمية رحمه الله: قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم. حط كم خط تحت كثير من العلماء، إذن هذا العلم دقيق جدا. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم، يهبه الله لمن وهب حياته للقرآن. قال: وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرف هذا وذلك، تارة يكون لغرابة اللفظ، هذه بقى الأسباب، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب. فيجب القطع بأن قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أن الصواب قول من يجعله معطوفا، أي يجعل الراسخين معطوف على ما قبلها، ويجعل الواو لعطف مفرد على مفرد، عطف الراسخين على الله، أو يكون كلا القولين حقا، وهي قراءتان، يعني القول الثاني أيضا اللي هو يقف على اسم الله ويجعله استئنافية. قال: والتأويل المنفي غير التأويل المثبت. التأويل المنفي وما يعلم تأويله إلا الله، هذا المنفي معناه تأويل الحقيقة، وأما التأويل المثبت معناه تأويل المعنى والتفسير والبيان وما خفي وغمض. قال: وإن كان الصواب هو قول من يجعلها واو استئناف، فيكون التأويل المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره، وهذا فيه نظر. وابن عباس جاء عنه أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، وجاء عنه أن الراسخين لا يعلمون تأويله. هل في تعارض؟ لا. وجاء عنه أنه قال: التفسير على أربعة أوجه. هذا الكلام يبين كلام ابن عباس، أنه قال مرة الراسخين يعلمون، ومرة قال لا يعلمون، يعلمون شيء ولا يعلمون شيء. قال: التفسير على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها، يعرف من اللغة العربية، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، هذا بقى الإيه؟ المشكل والمتشابه. وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا هو الآيات المتشابهة التي تتعلق بالصفات وتتعلق بالله عز وجل، والذي لا يعلم حقيقتها على الحقيقة إلا الله، إذ لم يرها أحد ولم يطلع عليها أحد إلا الله. وهذا القول يجمع القولين، ويبين أن العلماء يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم، وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله. فأما من جعل الصواب قول من جعل الوقف عند قوله إلا الله، وجعل التأويل بمعنى التفسير، فهذا خطأ قطعا. فهمت الحتة الأخيرة؟ يعني يجب أن نقف على وما يعلمه إلا الله، والتفسير والتأويل عنده بمعنى التفسير، يبقى ده غلط. يبقى كده في آيات في القرآن الكريم تخفى على عموم الأمة، على مجموع الأمة. لا، إذا كنت هتقول إن التأويل بمعنى التفسير يبقى تصل، إذن الراسخين يعلمون. إذا كنت هتقول إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر على حقيقته، يبقى تقف، وده معنى الحقيقة. الآن المعنى بات واضحا. ما أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن؟ لماذا جاءت آيات في القرآن لهذا؟ الله عز وجل يا إخواني سبحانه وتعالى أوجد مثل هذه الآيات لحكم ذكرتها قبل قليل.
أنه يختبر عباده، أنه يجعل فضل الراسخين يدعون للتدبر والتأمل. أنا الآن مؤمن خلاص إن ده كلام الله، فوجدت آية فيها تعارض، أجتهد أبحث أروح هنا أجي هنا أسأل حتى أصل. سؤال من يريد أن يصل للحق، لا سؤال من يريد أن يشكك. لكن إيه الأسباب؟ السبب الأول وقوع المخبر به على أحوال مختلفة. يعني الله عز وجل قال في خلق آدم مرة يقول خلقه من تراب، ومرة من حمأ مسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. يجي واحد يقول لك ارسوا على حل هو خلقه من إيه بالضبط، هذا جهل وحمق. كيف تقول هذا الكلام؟ هذا يدل على الجهل المطبق، جهل عظيم، أن أنت تقول أن هذه الآيات متعارضة، هذه ألفاظ مختلفة ومعانيها أحوال مختلفة، لأن الصلصال غير الحمأ والحمأ غير التراب، إلا أن مرجعها كلها إلى التراب، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال. يبقى المخبر به خلق آدم خلق من تراب، أصل الخلق من تراب، التراب وضع عليه ما فصار إيه؟ فصار حمأ، حمأ يعني فصار طين يعني. طب مسنون ترك فترة تغير، ثم يبس فصار طين لازم، ثم صار صلصالا كالفخار، أحوال تدرج، ثم خلقه الله. أو الله عز وجل سبحانه وتعالى بدأت في تراب، التراب تحط عليه مية صار طين، الطين صار حمأ مسنون، وصار بعد ذلك لازبا، والله عز وجل شكله وهيأه وخلقه، ثم تركه فترة قبل نفخ النفخ الروح فيه فصار إيه؟ صلصال كالفخار. أرأيتم؟ هذا سبب، وهذا له آيات أخرى في القرآن الكريم. السبب الثاني اختلاف المكان والحال. يعني في أثر ابن عباس فلا أنساء بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ففي مكان لا يتساءلون وهذا عند الإيه؟ عند النفخ في الصور، وفي مكان يتساءلون عند البعث. هذا له مكان وهذا له مكان، ويوم القيامة يوم طويل، فأحيانا يتساءلون أحيانا يتساءلون. وأيضا الكلام، يعني يقال كما قال السيوطي فيما يتعلق بالكلام، فيقال يعني نفى الكلام في مواضع وأثبته في مواضع، وأيضا فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وأثبت وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني وقفوهم إنهم مسؤولون أثبت السؤال. وفي آيات أخرى فلا يعني يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هنا نفى السؤال. فيقال يوم القيامة يوم طويل، فيسألون في مواضع ولا يسألون في مواضع أخرى، أو يسألون سؤال يعني تبكيت وحسرة وندامة، وليس سؤال عتاب، ما يقال لهم لما فعلتم هذا، ويعني ألا لا تفعل، لا، تأنيب وسؤال فيه عذاب. اختلاف الموضوع في الآيات، فمثلا قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ده جه في سياق معين وفي آيات معينة، وقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم داجي في سياق تاني، فالأولى تفهم إمكان العدل والثانية تنفيه، يبقى تعارض؟ لا، ما فيش تعارض، لأن ده سياق وده سياق. فنقول أيها الأحبة الجواب أن الأولى في العدل بين الزوجات في توفية حقوقهن، والثانية في الميل القلبي وليس في قدرة الإنسان. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف في صحته قال الله من هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وتملك. يعني الحب، أمور الحب ده مش بيد الزوج إن هو يحب دي زي دي بالضبط، لا، ممكن يميل لوحدة أكثر لأنها أكثر تقوى أكثر خشية، بتريحه وبتهوده كده يعني. لكن العدل تقدر تدي دي زي دي، تقدر تعدل بينهم في النفقة والسكنة وغير ذلك مما يستطاع، ما فيش تعارضه. اختلاف جهة الفعل، هذا سبب. يعني مثلا يقول لك آيات في القرآن قل يتوفاكم ملك الموت، فأثبت الوفاة لملك الموت، وفي آية الله يتوفى الأنفس حين موتها فأثبت الوفاة له، وفي آية أخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، يبقى هو واحد ولا رسل، أثبت الوفاة للرسل. فيقال جهة الفعل أو الفاعل هنا اختلفت مع اتحاد الفعل، يعني الفعل واحد الوفاة،
لكن الفاعل مختلف، مرة الله، مرة ملك الموت، مرة الملائكة اللي هي الرسل الذين مع ملك الموت. يقال أيها الأحبة، الله عز وجل أسند الوفاء إلى نفسه لأنه هو صاحب الفعل على وجه الحقيقة، وهو الذي يأمر بذلك. وأثبت الوفاء في آية قل يتوفاكم ملك الموت لأنه يتوفى بإذن الله، هو الذي يقوم بالفعل، لكن الذي أمر وأذن بذلك هو الله. يبقى الله هو الفاعل حقيقة، وهو الذي أذن لملك الموت ووكله بذلك. وأما الملائكة فإنهم يكونون مع ملك الموت وينزعون الروح حتى إذا خرجت إلى موضع ما نزعها ملك الموت وأخذها إلى الله، فهو اللي بيقوم بالعمل النهائي. إذن هل هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض. أيها الأحبة في الله، إني لأرجو من الله عز وجل أن أكون قد بينت لكم هذا العلم المبارك، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفر